مرحبا طلاب، اهلا وسهلا بكم فيديو جديد من ويكو اكاديمي. اليوم راح نكمل وياكم محاضرات الجي اي تي. وصلنا للمحاضرة الرابعة اللي راح تحكي عن الانفلاماتوري باول ديزيز. طبعا هاي الانفلاماتوري باول ديزيز يعني جدا مهمة، بعدين كل شو راح تتكرر عليكم سواء بمادة الباطنية او بمادة الجراحة. راح تشوفوها كل شو يعني تتكرر، يعني هي ماد يعني هي موضوع مهم يعني وموجود يعني هنا عندنا بالعراق. الانفلاماتوري باول ديزيز هي كرونيك ديزيز، ايديوباثيك كرونيك، يعني المريض تبقى وياه طول حياته، يعني نسبة الشفاء منها تكاد تكون معدومة، حالها حال الدايابيتس والهايبرتنشن، شيء مزمن يعني حالها حال الروماتويد ارثرايتس. فأشهر نوعين وأهم نوعين راح نحكي عنهم بهاي المحاضرة هو الكرون ديزيز والألسراتيف كولايتس. طبعا من هاي الصورة جاي نشوف انه الكرون ديزيز وين افكت السمول انتستين واللارج انتستين مناطق معينة، ولكن الألسراتيف كولايتس افكت only the large intestine وما ترك مكان سليم، اذا انصاب مكان ينصاب كله بالتساوي متسلسل الإصابة مالتي، بينما هنا لا، أكو مكانات سليمة ومكانات مريضة. الأشياء والصفات المشتركة ما بين الكرون ديزيز والألسراتيف كولايتس، طبعا هنا جاي نشوف أنه كل واحد إلى صفاته الخاصة، ولكن أكو صفات تكون مشتركة بين المرضين. أول شيء اثنيناتهم إديوباثيك، يعني ماكو لهم فد أندرلاين كوز. ثاني شيء اثنيناتهم بيهم انفلاميشن وعلاجهم هو the same، يعني similar treatment بالكرون او بالالتراتيب، لان اثنيناتهم autoimmune disease. both have systemic extra intestinal inflammatory manifestations، يعني ممكن يجون على شكل erythemanodosum arthritis، اوكي يعني اي skin lesion ممكن تكون. And both have cancer risk، والcancer risk أكثر شيء ويا الألسراتيف كولايتس أكثر مما هو ويا الكرون ديزيز. الكرون ديزيز أو نسميه regional ileitis. الكرون ديزيز may affect any part of GI tract، but the most commonly site involved are the terminal ileum. أول شيء الكرون ديزيز يعني وين يصيب أكثر شيء؟ يصيب الترمينال إليوم، يعني وين؟ بالسمول انتستين and the ileocecal valve and the cecum. فهو وين يصير أكثر شيء؟ يصير بالترمينال إليوم، يصير بالإليوسيكال فالف، ويصير بالسيكم، يعني هاي المنطقة من السمول انتستين. It is systemic inflammatory disease with predominant gastrointestinal involvement، يعني ممكن يصير الانفلاميشن anywhere، بس اكثر شيء الانفلاميشن بالكرون ديزيز يكون بالسمول انتستين اند لارج انتستين. اكسترا انتستينال مانيفيستاشن مثل ما قلنا ممكن يجي ارثرايتس، ممكن يجي يوفايتس، التهاب بالعين يصير عندهم، اوكي ممكن يجي بولي ارثرايتس، المفاصل هي توجع، يوفايتس التهاب بالعين، ساكرو الياتس ممكن التهاب بالاليك كريست، انكولوزينج سبونديلايتس التهاب بالظهر والفقرات، اند اريثيمينودوزم. اوكي هاي هي الاريثيمينودوزم، تجي على شكل نوديول حمر بالرجل. فيعني ممكن يجي على هاي المانيفستيشن، وممكن يجي على شكل جي اي تي مانيفستيشن، يعني دياريا. اوكي من اجي افحص المريض جروسلي، من اجي اخذ الانتستين جروسلي، شلون راح اشوف؟ راح اشوف اكو اماكن سليمة مثل ما جاي نشوف هنا بهاي الصورة، واماكن افكتد. اوكي فحسب يعني مو كل هالاماكن افكتد، اكو اماكن ما بيها شي. اذا نجي نقطع الانتستين من الداخل ونريد نشوفها من الداخل، راح نشوف اكو اماكن سليمة ما بيها اي اشكال، واكو اماكن صاير بيها ناروينج، صاير بيها ناروينج يعني افكتد ارياز. زين شنو اللي يصير عندنا احنا؟ اللي يصير عندنا انه هنا بالطبقات مال الانتستين يصير ألسر، وهاي الألسر تبقى تمشي، تدخل تمشي تخترق الميوكوزا والسب ميوكوزا والمسكولارس لير، فتخترق كل اللير اوف سمول انتستين. هاي جاي يشوفها شلون الألسر ظلت تمشي،
فهاي الأماكن مال الانتستين الميوكوزا ظلت سليمة بين الألسر، هاي راح يبين شكلها مثل الحصى، مثل ما جاي نشوف هنا، هاي تبين شكلها مثل الحصى. هاي الحصى نسميها كابل ستون أبيرنس، أوكي، مثل الحصى مال الطريق. إذن هو أول شيء سكيبت ليجن، يعني مو كل الانتستين تتأثر، أكو بيها مكان يظل سليم. Sharp demarcation of diseased bowel segment from adjacent uninvolved bowel wall، يعني اكو مكان سليم واكو مكان affected. Mucosa edematous and hyperemic and show linear longitudinal ulcer causing fissures، هاي هي linear longitudinal ulcer، هاي القرحة linear، نشوفها linear longitudinal. Cobblestone appearance, the combination of linear ulceration and the mucosal remnant. In advanced stage fibrosis of the wall occur, this cause thickened wall and narrowed lumen leading to structure formation. Okay, يعني من يتطور الوضع مال المريض. In advanced stage fibrosis of the wall occur، راح يصير عندنا هنا تليف بجدار الأمعاء. This cause thickened wall، هذا الشيء راح يخلي جدار الأمعاء يصير تخين. And narrow lumen leading to structure formation، structure يعني تضيق يصير بسبب الفايبروسيس. أوكي، microscopical feature، احنا من راح نفحص جوا المجهر شنو راح نشوف. طبعا أول شيء راح نشوف crypt architecture destruction أو distortion. الكريبت مفروض تبقى يعني مثل هالشكل، جاي نشوف هاي كريبت سليمة، هاي الكريبت سليمة، هاي سليمة ما بيها شيء، بس جاي نشوف هاي شنو صاير بيها. اوكي، جاي نشوف هاي الكريبت شنو صاير بيها، يعني فقدت شكلها السليم، بقى بيها بقى هاي خلايا سليمة، ولكن هذا الباقي كله هذا abnormal، فهاي نسميها كريبت architecture distortion. ثاني شيء نشوف ابسس، نشوف خلايا يعني هنا ابسس فورميشن، انفلاماتوري سيل داخلها. اوكي، هاي انفلاماتوري سيل مملية، هذا هو الابسس فورميشن. ترانس ميورال انفلاميشن افكت اول لاير اوف ذا وول، اوكي، فهو افكت الميوكوزا والسب ميوكوزا وهاي السب ميوكوزا والماسكولارس ميوكوزا، كل اللاير افكتد بالكرون ديزيز. Crypt abscesses, a cluster of neutrophil within a crypt، مثل ما قلنا هاي neutrophil متجمع بداخل الكريبت. Non-caseating epithelioid granuloma، هاي الجرانيولوما جاي نشوفها كلش واضحة هنا، هاي جرانيولوما ثانية، اوكي، هاي جرانيولوما كبيرة واضحة هنا. هاي الجرانيولوما كلش كاركترستيك للكرون ديزيز، ممكن نلقاها بكل اللاير، هاي وحدة وهاي وحدة، وممكن نلقى بعد عندنا هنا بالماسكولارس هم واحدة. إذا لقينا جرانيولوما هاي كاركترستيك بعد خلاص احنا نقول هذا كرون ديزيز، ولكن احنا مو بكل الحالات نلقى الجرانيولوما. إذا هسه الوول مال السمول انتستين شلون راح يكون؟ الميوكوزا يصير بيها جرانيولوما والكريبت تفقد شكلها. خوش، الكريبت يصير بيها الاركيتكتشر مالتها ديستورشن. بعد شنو شغلة ثانية؟ يصير عندنا ulcer formation. بعد شنو الشغلة الثالثة؟ يصير عندنا granuloma formation. انتم من تحفظون على السلايد بعد ما تنسي، تحفظون السلايد خلاص بعد الموضوع يصير كلش سهل. شنو هي الكومبليكيشن مال كرون ديزيز؟ اول كومبليكيشن intestinal obstruction due to extensive fibrosis and narrowing، يعني اللومن يصير كلش رفيعة بالكرون ديزيز، فممكن يكون شخص معرض جدا للأوبستراكشن. شغلة ثانية هسا هاي أول شيء البول أوبستراكشن، على هاي الصورة حطوها. شغلة ثانية بورفوريشن ممكن، يعني لأن تخيلوا أنتوا هاي الألسر جد ماكلة من الوال، جاي يشوفون جد الوال صار رقيق، فممكن هذا الوال بسرعة يصير له بورفوريشن. ثالث شغلة ساينس تو سكين أو فيستولة تو كولون أند بلدر، يا يعني هذا الانفلاميشن اللي يصير بالجدار يخلي ممكن الانتستين تلتصق بالانتستين وتسوي تراكت، يصير تراكت هنا، هذا التراكت نسميه فيستولا. او الانتستين تلتصق بالابدومينال وول وتسوي لي ساينس، يطلع على الابدومن.
وآخر شيء كارسينوما less than in ulcerative colitis، يعني الكارسينوما بالulcerative colitis تكون أكثر. هسه مثل ما قلنا الكرون ديزيز يصيب مناطق ويترك مناطق ويسوي لي ألسر يخترق كل طبقات السمول انتستين أو اللارج انتستين، تمام؟ مثل ما فهمنا على السلايد الهيستولوجيكال أبيرنس أكو جرانيولوما. زين هسه نجي للألسرتيف كولايتس، شنو حكينا بالكرون؟ راح نجي نقارنه بالألسرتيف كولايتس. هذا همين ألسر انفلاماتوري ديزيز افكت ذا كولون، يعني هذا ما يأثر على سمول انتستين، تمام؟ Involve rectum and extend proximally in a continuous fashion to involve part of entire colon. يعني ما يصير بالsmall intestine بس بالقولون وما بيسكب ليجن، يعني إذا صار يظل مستمر. Limited to the mucosa and submucosa، يعني ما يخترق كل طبقات السmall intestine، large intestine العفو، ما يخترق كل الطبقات، وهسه هم راح نشوفها بالصور الثانية. extra intestinal manifestation نفس الكرون، هم من القبي sacroiliitis polyarthritis ankylosing spondylitis uveitis نفس الفكرة، بس هذا أكثر شيء القبي دياريا بلادي. أوكي بلادي دياريا، يعني هاي مميزة بالألسراتيف، لهذا يجي المريض مرات عنده أنيميا بسبب الدياريا بلادي وباقي كرونيك ما مراجع عليها ولا معالجها، فيجي dizziness و fainting attack بسبب الأنيميا. هسه نجي للgross feature، يعني شلون أنا أشوف الانتستين مال الشخص اللي عنده ulcerative colitis. أول شيء راح أشوف يعني صايرة الألسر عنده مخططة. أوكي يعني الألسر راح تكون بهالشكل، ولكن الألسر هاي ما تشمل كل الطبقات بس الميوكوزا والسب ميوكوزا، جاي يشوفون بهاي الصورة، يعني ما دخلت هنا للماسكولاريس لير. فأول شيء هي ديفيوز ليجن، يعني مو سكيب ليجن، مو منطقة وتترك منطقة، منطقة سليمة ومنطقة لا، هاي كلها مصابة، اصابت سوا ويكمل تنصاب سوا، نفس ما جاي نشوف هنا، هاي كلها مصابة انصابت سوا. The involved colonic mucosa may be slightly erythematous and granular or have extensive broad base ulcer. يعني الألسر مو بس نشوفها احنا linear، نشوفها ايضا broad base، يعني الألسر بادية منا لحد هنا، هاي كلها ulceration، وهذا الباقي هنا الباقي المرتفعات هاي كلها نورمال ميوكوزا، فهذا يقصد برود بيس، يعني الألسر مو صغيرونه هيك ومنتهيه، لا هاي كلها ألسريشن، هاي المكان كله ألسريشن. سيدو بوليب هاي كلش مهمة، هاي جاي نشوفها هنا المتبقي السليم، عبالك بوليب طالع من الانتستين بينما هو مو بوليب، هو سيدو يعني كاذب. اوكي اذا هو نتوء كاذب، يعني هو مو حقيقي، لان هو اصلا هاي الميوكوزا مال الانتستين جاي يشوفون هنا شلون طالعه، هاي يسموها سيدو بوليب، يعني هي عبالك نتوء بس هي مو نتوء، هي الميوكوزا مال الانتستين نفسها يعني، بس لين صار هنا ألسر وهنا ألسر وهنا ألسر فبرزت هاي الميوكوزا. السيروزا نورمال مثل ما قلنا ما تتاثر كل طبقات الانتستين. مرات تجي complication نسميها toxic mega colon، هاي كلش كلش مهمة طلاب، يعني القولون ينتفخ بشكل يعني خليه ينفجر ويعني يتوفى المريض خلال لحظات، فميجا كولون يعني القولون كبير يصير هيك شكله بالأشعة كلش واضح، فهذا التوكسيك ميجا كولون يعني كلش ضروري تفتهمونه. ليش تنتفخ؟ لأن تفقد جدارها، تفقد الجدار، الأمعاء مالتنا تفقد جدارها، فالغازات تتجمع بيها وتنتفخ. شو أشوفها تحت المجهر؟ هسا إحنا هناك شنو قلنا؟ قلنا أهم شيء الجرانيولوما وأهم شيء الأبسس، هسا هنا نهم نفس الشيء، أهم شيء عندنا أول شيء ننتبه عليه هي الكريبتايتس، يعني الكريبت هاي يصير بيها انفلاماتوري سيلز
مثل ما جاي نشوف هنا هاي انفلاماتوري سيل طالعة بالكريبت، وهمين اكو انفلاماتوري سيلز ثانية طالعات بالكريبت، هاي نسميها كريبتايتس. بعد شغلة كريبت ابسيسز، هاي الكريبت تتجمع بداخلها الابسس والانفلاماتوري سيل مثل ما جاي نشوف بهذا السلايد. اذا تلاحظون هنا هذا السلايد كلش حلو يراويكم من بعيد يعني الانتستين. هسه هاي المسكولارس لاير انتاكت، السيروزة والسابوميوكوزا انتاكت، بس الميوكوزا صاير بيها مشكلة. شنو صاير؟ ألسر، وهاي نورمال، فصاير عبالك بوليب، سيدو بوليب، هاي ألسر، سيدو بوليب، ألسر، وهكذا. إذن هذا الستركتشر هو سيدو بوليب، هاي هي الألسر. فشنو يقول لنا؟ ديفيوز لينفوبلاستيك انفلاميشن ان لامينا بروبريا كريبتايتس اند كريبت ابسس ميوكوزال ألسريشن اكستند تو سابو ميوكوزا، واصل الانفلاميشن للسابو ميوكوزا بس ما مخترقها. اند جرانيولوما ار نوت بريزنت، هاي كلش مهمة. الجرانيولوما وين بس نشوفها؟ بس بالكرون ديزيز. مثل ما جاي نشوف هسه ماكو جرانيولوما. الجرانيولوما هي كولكشن اوف الليمفاتيك تيشو، اوكي، ما موجوده بالكرون ديزيز بالالسراتيف، فقط بالكرون ديزيز. شنو الكومبليكيشن؟ خليت لكم هاي صوره حتى لا تنسوها. اول شيء توكسيك ميجا كولون، شوفوا هنا القولون شلون منتفخ، هاي نسميها توكسيك ميجا كولون. ثاني شيء ماسيف هيموريج، ممكن يصير عندنا بليدنج وهيموريج، وبالتالي يصير عندنا انيميا ركتال بليدنج، وكولوركتال كارسينوما ايضا كولونيك كانسر، وممكن حتى ميتاستاسيس، ونفس الشيء يوفايتس، ماوث ألسر، وسكن راش او جوينت بين، ارثرايتس، هاي مشتركه، اوكي. ولكن التوكسيك ميجا كولون يصير فقط بالالسرتيف كولايتس. هسه واحد يسال نفسه ليش ما يصير بالكرون؟ لان الكرون سكيب ليجن، مكان سليم مكان افكتد، مكان سليم مكان افكتد، فما يصير بي توكسيك ميجا كولون. الانتستينال بوليب يعني نتوءات اللي تطلع بالانتستين جدا مهمة. ليش مهمة؟ لان هاي تعتبر predisposing to the carcinoma of the colorectal tract. فيا ما يكون البوليب بي ستاك يعني بيدنكوليتد، او يكون ما بيستاك يعني لازق هيش لاطش على الانتستين، نسميه سيسايل. النون نيوبلاستيك بوليب، احنا نقسم البوليب الى نوعين، نوع نون نيوبلاستيك يعني ما يتحول كانسر، ونوع نيوبلاستيك. النوع النون نيوبلاستيك هم نقسمه الى ثلاث انواع. النوع الاول هامارتوماتس بوليب، هذا البوليب يكون رير جوفينايل يعني بي نوعين، جوفينايل وبيتس جوجر بوليب. الجوفينايل commonly found in children younger than 5 and usually solitary characterized by classically dilated gland filled with mucin and inflammatory debris. إذن هو عبارة عن gland، هاي جاي شوفوها هاي الجلاند، هاي هواية يعني صار عددها أكثر من الطبيعي، وبيها ميوسين، ميوسين برودكشن، وهو هذا رير ونلقاه بس بالأطفال اللي أعمارهم 5 سنين، نسميه جوفينال. جوفينال يعني نلقاه بالطفولة. كلمة جوفينال ممكن تجي على جوفينال أرثرايتس، أوكي، جوفينال بوليب، جوفينال مثلا هارت ديزيز، يعني كلمة جوفينال نرمز إنه طفل. بيتس جوجر بوليب، لارج بوليب with arborizing projection. شنو يقصد بarborizing projection؟ يعني انه هاي الطبقة من السابوميوكوزا صايرة بشكل افرع، صايرة بشكل افرع الشجرة، فنسميها شنو؟ Christmas tree appearance arborizing musculature or Christmas tree appearance. فهاي المسكولارس او السابوميوكوزا layers يعني مال الانتستين تاخذ شكل افرع، اوكي. مثل ما جاي نشوف هاي الصوره كلش حلوه، او كلش يعني شكلها مثل الكريسماس تري. هاي وين البيتس جوجر بوليب، ف
فهاي الصورة هسه تذكروها اللي هي جلاند تفرز ميوسين، هاي الجوفينايل بوليب صار أعمار 5 سنين ورير، والبيت سوكر بولب هم رير يكون شكل كريسمس تري. ليش شكله هيك؟ لان بي اربرايزنج ماسكوليتشر او بروجكشن. النوع الثاني من النون نيوبلاستيك بولب هو الانفلاماتوري بولب، يعني هذا اللي صار ما بعد الانفلاميشن. احنا وين قلنا انفلاميشن بالانتستين؟ قلنا الالسيراتيف كوليتس والكرون ديزيز هم انفلاماتوري باول ديزيز، فبعد هذول الانفلاميشن ممكن يظهر لنا بولب بسبب الانفلاميشن. يعني مو هذا السيدو بولب اللي حكينا عليه، لا، ممكن يظهر بولب حقيقي نتيجة الانفلاميشن نسميه انفلاماتوري بولب. وممكن يظهر سوليتاري ريكتال ألسر سيندروم، هاي نوع ثاني من الانفلاماتوري بولب، خلنا أشرها لكم. هاي نوع ثاني، يعني مو بسبب الألسراتيف كولايتس والكرون ديزيز. Patient present with a clinical trait of rectal bleeding يصير عندهم mucus discharge and an inflammatory lesion of the anterior rectal wall. The underlying cause is impaired relaxation of anorectal sphincter. يعني هنا يصير هسه هذا تخيلوه الركتم يصير عندهم ulcer formation، وهاي الألسر تطلع bleeding، يعني يصير من عندها bleeding ويصير من عندها mucus discharge أيضا. بسبب شنو؟ السفنكتر ما يصير بي ريلاكسيشن مال الركتم، creating sharp angle. من يصير defecation يصير ضغط على الركتم، يصير sharp angle at the anterior rectal shelf. يعني هسه مو هذا هو عندنا هذا الركتم، اوكي، هذا تقريبا شكل الركتم. فمن يصير ضغط عالي هنا بداخل الركتم يصير sharp anterior angle هنا، فيصير ضغط حاد عليها فصير ألسر فورميشن. فهاي الألسر من يعني كل ديفيكيشن هاي الألسر تتضرر، كل ديفيكيشن يصير تتضرر، فيصير ريكرنت أبريجن يعني تنسلخ، and ulceration of the overlying rectal mucosa, chronic cycle of injury and healing produce polypoid mass. طبعا هاي النظرية مال الشفاء والتقرحات، الشفاء والتقرحات تسوي لي بولب بأي مكان، يعني بأي مكان هو البولب يطلع عبالك شي جاي يحمي المنطقة، يعني نسيج يحمي المنطقة. فمن يصير هنا بالسوليتاري ألسر أوف ذي ريكتم ممكن يطلع بمكان الألسر بولب حتى يحمي هاي المنطقة من هذا الجرح يعني المتكرر. النوع الثالث من النون نيوبلاستيك بولب قلنا الهمارتوما اللي هو رير، وقلنا الانفلاماتوري بنوعين، وهسه نحكي عن الهايبربلاستيك بولب اللي هو موست كومن بولب فاوند ان ليفت كولون اند تيبيكالي ار ليس ذان 5 مليمتر ان دايمتر. هذا البولب الصغير اقل من 5 مليمتر نلقاه بالليفت كولون، اوكي. هيستولوجيكلي سيريتد سيرفيس اركيتكتشر وذ ساو توث ابييرنس، جاي نشوف شلون هيجي محززة وشكلها مثل أسنان المنشار. النيوبلاستيك بولب الأدينوماز هاي تكون على 3 أشكال، يا أما تكون تيوبولار هيجي مثل الأنابيب، أو يا أما تكون فيلس يعني مثل الانتستين. شلون هي صايرة؟ يعني هذا البولب هسا انتم من جاي تشوفون هاي الصورة، هاي الصورة مو من الانتستين. هسا احنا نفترض عندنا هاي هي الانتستين وهذا البولب طالع هيجي بالانتستين، هاي الصورة مأخوذة من البولب، يعني هو البولب نفسه مأخوذ وتحت المجهر. فيا اما يكون تيوبولار مثل ما موضح عندنا بهذا الشكل، يا اما يكون فيلس مثل ما موضح عندنا بهذا الشكل، يا اما يكون تيوبولو فيلس يعني يدمج بيناتهم اثنيناتهم مثل هذا السلايد. هسه هذا السلايد ماخوذ من بولب، شنو صفاته؟ تيوبولو فيلس، بي تيوبولز كاركترستيك وبي فيلاي، اوكي. التيوبولر هنا مثل ما جاي نشوف هذا البولب، هذا الستالك مالته كلش واضح، وهذا الراس مال البولب، خوش. فهذا البولب شلون صاير؟ صاير تيوبولار، يعني بيه هنا هاي الدوائر
الأنابيب يعني tubular. إذن هو single or multiple مرات يجي tend to be small pedunculated poly. pedunculated يعني بي ساق. جا نشوف هذا الساق مالتي. The stalk is covered by normal colonic mucosa. هذا الستالك هذا الساق بي مغطى بالنورمال ميوكوزا of the intestine. جا نشوف هاي الميوكوزا ما بها أي مشكلة. The head is composed of neoplastic epithelium forming branching rounded or tubular gland. إذا جاي نشوف هنا هذا هو الهيد. جاي نشوف أكو بي فد تيوبيول وكلها هاي نيوبلاستيك. وهم جاي تلاحظون إنه هذا لونه طوخ لأن خلايا السرطانية كلها يكون الكروماتين مالتها حاد وأطوخ. نجي للتيوبيولار. هذا هو التيوبيولار بوليب اللي يكون عادة ما بي ستوك ما بي ساق. جا نشوف هسه اثنيناتهم ما بيهم ساق. سيسايل broad base rather than stalk composed of numerous finger like projection of epithelium. هاي كلها finger like projection كلها finger like projection تشبه الأصابع. آخر شيء التيوبيولوفيلاس اللي هو يشمل التيوبيولز هاي ويشمل هاي الفيلا يعني يشمل نوعين اثنيناتهم. ممكن يكون بي ستالك وممكن يكون ما بي ستالك. هسه هذا بي ستالك قليل هنا بي يعني عصا قليلة اوكي ما بي عصا ظاهرة وبارزة. السيسايل سيريتد ادينوما يعني اللي ما بيها الادينوما اللي تكون مكانها. جا يشوفون هسه هاي ادينوما بمكانها حافرة المنطقة وقاعدة ما بيها اي ساق. Sessile serrated adenoma, sessile serrated polyp are most commonly found in the right colon. أكثر شيء نشوفها serrated architecture throughout the full length of a gland including the crypt base associated with crypt dilatation and lateral growth. يعني lateral growth شنو يقصد بها؟ يعني هي تحفر المكان وتمشي laterally ما تطلع باللومن. The risk of malignant transformation correlated with. أنا يمتى أقول هذا الأدينوما أو هذا البوليب راح يتحول إلى كانسر؟ أول شيء إذا كان حجمه كبير، كل ما كان حجم البوليب أكبر كل ما الكانسر ريسك أكثر. ثاني شيء الفيلاس أدينوما has a higher risk يعني اللي تشبه الفينجر إلها ريسك أكثر تكون كانسرس. آخر شيء ديسبليجيا يعني كل ما أشوفها صار على بنفسجي أكثر صار بيها ديسبليجيا أكثر كل ما هي تكون أخطر. بينما إذا تكون فاتحة ونفس لون الميوكوزا ما الخلايا تشبه خلايا الانتستين هاي أقل ريسك. النمبر انكريز النمبر انكريز الريسك كل ما كان عدد البوليب أقل كل ما كان الريسك أوف كانسر أقل. كل ما كان عنده بوليب أكثر كل ما كان الريسك اوف كانسر اكثر. لهذا احنا بالالسرتيف كولايتس يصير عندنا بوليب كلش هواي فيصير الريسك اوف كانسر ترانسفورميشن اكثر. لحد هنا وصلنا لنهاية هاي المحاضرة. ان شاء الله كانت محاضرة سهلة وخفيفة واستفاديتوا من عدها. نلتقيكم محاضرة جديدة من ويكو اكاديمي.